هل شرع من قبلنا شرع لنا؟ هذه قاعدة أصولية معروفة عند أهل الأصول، بمعنى ما حكاه الله تعالى في كتابه عن الأمم السابقة ولم تأتي في شريعتنا ما ينقضه، هل نسمي، هل نقول والله هذه الشريعة تعد من شريعتنا طالما أنها لم يأتي في شريعتنا ما ينسخه أو يرفعه؟ هذا موضع نزاع بين أهل العلم أو بين الأصولين. لكن الشاهد في هذا المقام أنهم يقولون أن شرع من قبلنا يعرف بثلاثة طرق، أولاها عن طريق القرآن، ما قصه القرآن علينا من أخبار الأنبياء السابقين وشرائعهم، ثانيا ما أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم أيضا مما حكاه عن المسلم، قال وكذلك ما حكاه الصحابة من أهل الكتاب الذين أسلموا كعبد الله بن سلام وكعب الأحبار، فإن هؤلاء إذا نقلوا شريعة من شرائعهم ثم لم تأتي شريعة تنسخ هذا الذي نقلوه، فتأتي هذه القاعدة هنا وهي موضع نزاع كما أسلفت. لكن اللطيف في هذا المقام أن الزركشي قال وكذلك يلحق بهم النجاشي، النجاشي يلحق بهؤلاء، فإنه كان من أهل الكتاب، كان على دين النصارى قبل أن يسلم، فلذلك ما ينقل عن النجاشي، وذكر بعض الآثار لعلكم تعودون إليها في كتاب البحر المحيط، ذكر بعض الآثار التي تتضمن أحكاما، فإن صحت طرق هذه الآثار إلى النجاشي فإنها تندرج تحت هذه القاعدة وهي قاعدة شرع من قبلنا هل هو شرع لنا؟